problemas de escolha, lá, cartão. Foi urgência, não perdeu nada, não perdeu urgência. O colho de carreira, não estava na cabeça, não estava. Cada vez, o colho, a pá, não era, as promoções, o governo do transporte, o engenheiro de Guadirinha, a lésima da Hayat de Esperto. وليس الجينات البكتيريا التي تحمل الصفات الوراثيه. خلي بالك النقطه دي مهمه. الصفات الوراثيه يحددها اتحاد الاكس كروموزوم مع الاكس بتاع الفيميل يعني او المذر مع الاكس او الواي بتاع الفيميل ده قصه ثانيه خالص. بنتكلم على ما يمكن السبيرم من الحياه. الواي كروموزوم فقير. الاكس كروموزوم غني لازم يحصل في بالك. يعني اللي معاه يدي اللي معهوش. الاكس يدي الواي. لما يضمن ان الواي يقدر يعيش يبدا الانفصال وتكمل القصه بتاعه السبيرم. النهارده المره اللي قلنا الفاكهه والرد لها معرفه وابتدى يجي سؤال كامل ولكن يجي هرمون يجي فكره من ريتشارد. اما الام سي كيو فاي حاجه للتهاليس وبين السكور تيجي حسب الباك بتاع الاسئله اللي عندنا النهارده بنفرق من كتر الاسئله اللي بنحطها فيه. تستوستيرون سكريشن. كبير قوي. كل مرة بعد أقول لك التستوستيرون كتمي وده وده علامته لا يوجد رجل، لا يوجد ميل من غير تستوستيرون. لا يوجد ميل كامل من غير تستوستيرون كامل، ولازم يكون صح. التستوستيرون مظبوط شكلا وكاملا ونوعا ومستوى وكل حاجة في التستوستيرون لازم تكون مظبوطة عشان يطلع ميل مظبوط. التستوستيرون اتريبريزنت سمع الاسم ده بيخط بيخط ليه؟ ده معناها الرجوله كامله. خلي بالك كل كلمه بقولها فيها معنى وليست المزاح او غيره ولكن تستوستيرون هو الرجوله الكامله بكل ابعادها بكل ما تحويه. على فكره التصوير اللي بتعمله اللي انا كده اسمعه ده سامع حاجه ولا شايف حاجه عشان تصور صح تسمع صح محتاج كاميرات كتيره وميكروفونات مش عارف ايه وستيريو ايه وبتاع كده. انا يعني قعدت ابص على المحاضره من جوه لقيت واحد غريب عمال يتكلم ويجري من هنا لقيت مش شايف حاجه خالص. لا صور انت عايز تصور. ف تستوستيرون بيقول لك انه ريبريزنت اكتر من 90% خلي بالك كل كلمه ليها معنى من التستيكرال أنا الموضوع طويل ربنا يقدر عليه نخلصه بس النهارده 90% واكثر من التستيكولار اندروجينز معناها ان مش بس التستوستيرون بيطلع من التست لا ذير ار انذر ميني اندروجينز حوالي 17 بيطلعوا من التست لكن القسط بتاعهم هو التستوستيرون اندروستينديون داي هيدرو مش عارف ايه في اندروستيرون دي هيدرو داي هيدرو خلينا نفهم الكلام ده في الكيمياء من هنا لكن احنا بنقول التستوستيرون كتستوستيرون اكثر من 90% من التستيكولار اندروجينز اللي بتطلع. طيب كويس قوي. بيطلع منين؟ سايتس اوف سكريشن. ان شاء الله عرفت كل كلمه عشان الوقت طبعا. سايتس. قال لك في حاله الميل ما انت عارف انترستيشن سيلز اوف ليدك كنترول باي انترستيشال سيل ستيميليتنج هرمون ما سمعناش نيوترايزنج هرمون يا اخي الرجاله ما عندهمش نيوترايزيشن مجازا نيوترايزنج هرمون بالنسبه للميل نمره واحد بيطلع التستوستيرون من انترستيشال سيل ستيميليتنج ان ذيس از كنترولد باي ال اتش. طيب في حاله الفيميل في تستوستيرون؟ يس يس بيطلع التستوستيرون من الجروينج فوليكل من الجرانيوزا سيلز اوف ذا جروينج فوليكل وبرضه كنترول باي ال اتش هرمون. اذا بيطلع في ميل وبيطلع في ميل بعد ما يطلع في الفيميل از تستوستيرون على طول اروماتيز يحول معظمه الى كاستروجين. مالناش دعوه المهم التستوستيرون بيطلع في الفيميل. افتكر دايما المقوله اللي قلتها زمان بان ذيرز نو 100% ميل ذيرز نو 100% ميل ما ينفعش لازم يكون في جزء من الهرمونات الانوثة في الرجال او في الميل والعكس صحيح. نمرة ثلاثة في حالة الميل والفيميل بيطلع من ادرينال كورتكس. ما دام قلنا ادرينال كورتكس خلي بالك في كنترول كنترول هنا بقى اي سي تي اتش قصة ثانية خالص. انت درست
الادرينال كورتكس بمشاكلها ولما يحصل فيها هايبرتروفي وفي كانسر وفي مشاكل كبيره الكوشن سندروم مع الاندروجين بيطلع كتير مالناش دعوه. المهم ان المهم يعني دي سايز اوف سكريشن اوف تستوستيرون بيطلع بكميه قد ايه التستوستيرون اماونت المين قال لك بيطلع بكميه 4 ل 9 مللي جرام دي الارقام دي كلها فيها تقرا فيها عشان حتى الام سي كيو بلاش السؤال بتاع الريتن اللي ما جاش بقى له سنتين ثلاثه خلي بالك الارقام دي في حاله الميل بيطلع التستوستيرون 4 الى 9 مللي جرام بير دي. طيب بلاد ليفل بلاد ليفل يبقى لازم في ميل وفي فيميل. في حاله الميل مستوى التستوستيرون بيكون كيف الباب يا ابني لو سمحت كل كلمة ليها معنى،
ليها معنى، مفيش كلام كتير كده حوالين الموضوع اللي يفتح حواليه، لا بدخل معاك في الموضوع على طول بحيث يركز في دماغك تروح خلاص ما تذاكرش، لو رحت تقراه في البيت يعني هيبقى صعب صعب تذكره، لكن هنا يدخل في دماغك الموضوع ما تخرجش منه خالص، ليه؟ لان هو ابسط حاجه واقل كميه من الكلام او المعلومه تاخدها مركزه. اول فيت من ثلاثه بيتحول ل 17 كيتوستيرويد، انت خدت الكلام ده في الادرينال كورتكس. فلما قلنا 17 كيتوستيرويد يبقى يورين على طول. من البلد فلتر في اليورين ويتكل على الله في اليورين ان اكتف فور. اما اثنين قال لك ويعني الليفر ملوش دور في العمليه دي؟ قال لك لا له دور الليفر. بيشتغل على جلوكيرونيك او اكتب عندك سلفوريك. مش هتلاقي كلمه سلفوريك مكتوبه؟ لا. بيتكسر بالاتحاد بالسلفوريك اند اكسكريتد ان ستول. وبعدين جزء ضئيل جدا نمرة ثلاثة عن طريق الاروماتيز انزايم يعني هيتحول الى استروجين. وانت عارف الكلام ده قبل كده ان الاستروجين مهم في ايه؟ واحد اثنين ثلاثة اللي احنا قلناهم قبل كده. يبقى احنا دول بس كل الكلام ده بنتعرف على التستوستيرون جاي التستس هو الاسره بتاع التستوستيرونز او الاندروجينز كلهم اللي في التستس وانه طالع منين؟ في الميل اساسا وفي ميل الاثنين ادريال كورتكس ومستوى 4.9 وبلاد ليفل ارقام مهمه جدا 300,030 الى 70 في حاله الكيمياء طبعا كميه ضئيله بس لها دور كبير في البرودكشن زي ما هتاخد بعد كده ان شاء الله. بيشال 2% فري وبعدين 98 كومباين 65 روبلين 33 الجومين مصيره يروح فين؟ 17 كيلو ستيرويد وبعدين جلوكورونيك وسلفوريك عن ستول او الارماجيز يتحول لحاجه ثانيه اللي هي الاستروجين. مود اوف اكشن ده مهم جدا. مود اوف اكشن بقول لك جينوميك ديترمنت من بدري والجينات تتحكم في هذا الموضوع. كان في حاجه مغلبه العلماء يا ترى التستوستيرون هو اللي بيشتغل كاكتف فورم ولا بيتحول لحاجه ثانيه غير التستوستيرون؟ اختصارا بس الوقت الموضوع يعني طويل جدا ممكن لو قلت لك نكمل فيه ساعات طويله. هنقول لك ببساطه جدا ان الواحد بيتولد وعنده انزيم اسمه 5 الفا ريديوكتيز. ده انزيم موجود في الجسم جينيتيكال ديتيرمنت وبيتولد بيه وهو لسه بيبي انتراكراين لايف. تخيل الموست اوف اكشن اوف تستوستيرون از دورينج انتراكراين لايف زي ما تشوف دلوقتي على الخمس دقايق. اوعى تفتكر ان الاكشن اوف تستوستيرون بس هو لما الواحد كبر بقى ادلت او بري ادلت وطلع له الشنب والدقن والشعر وال لا 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 لحد الكلام ده تستوستيرون فروم ذا فيري فيري ايرلي بيجيننج from the seventh week of gestation. يعني الام حامل في الميل نقل الميل عند الاسبوع السابع اقوى واكثر واخطر شغل للتستوستيرون. ازاي؟ هنجيبه دلوقتي حالا بعد النقطه دي. يبقى المود اوف اكشن في فايف اب ريبتيز بيحول التستوستيرون عن طريق الفايف اب ريبتيز الى دار هايدرو تستوستيرون. طب اذا نقص هذا الانزيم او ما كانش موجود ونعمل عليه علامه حمراء كده في اطفال بيتولدوا تخيل بقى اللي يحصل ايه؟ الكارثه السوداء اللي هتحصل. ما فيش هذا الانزيم او ناقص وهو اتولد وحللوا وعرفوا انه عنده نقص في هذا الانزيم. هذا الطفل بيبقى اسمه يوكنوكويديزم مرض او حاله مش مرض حاله خطيره جدا 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 مش خطيره هيموت يعني لا خطيره في حالاته هيبقى لا محصل ميل ولا في ميل. وهنجيله في المحاضره الجايه هتلاقيه ولد بيبي طويل ابيض شعر مسبسب جلده ناعم وبقيه الحاجات انت عارفها مفيش اي مظاهر رجوله او بيوبرتي تطلع عليه هيبقى هو في حته واحده صوته ناعم وجميل كده وحليوه فرفور صغير وبعدين مفيش ديفلوبمنت في التستس ولا في السكندري اورجنز ولا يخلف ولا اي ملوش دعوه باي حاجه خلاص يبقى بركه كده انكويت وملوش حل. حتى لو جبت تستوستيرون ما عملش حاجه لان مفيش الانزيم اللي ينشط التستوستيرون الى داي هايدرو تستوستيرون. ما علينا من الانكويت خلاص ما تقعدش تطول بقى على الناس اللي لا خلاص انتهى مش عايزينه خلينا في شغل
5-1-5-butase حول التستوستيرون الى هاي هايدروتستوستيرون. اذا في دم اي طفل في تستوستيرون وده هذا تستوستيرون. مقارنه بسيطه بالاثنين دي كده تقول لي ان مستوى الداي هايدروتستوستيرون نقول هنا المقارنه بينهم الليمت ده 10% من التستوستيرون عشر الكميه. ادي الكميه مكتوبه عندك اهي. اذا عشرها عباره عن داي هايدرو تستوستيرون. طيب البوتنسي بوتنسي تقول لي ان التستوستيرون 10% من البوتنسي بتاعت الداي هايدرو تستوستيرون اقوى منه 100 مره التستوستيرون. يعني معناها 10% من الاكشن. مين اقوى؟ الداي هايدرو تستوستيرون. قول لي بقى اكشن. لازم في الاكشن تقول لي البرايمري 6 اورجانز، السكند 6 اورجانز، الجنرال ميتابوليك. دي حاجة بسيطة مقارنة بين البرايمري 6 اورجان والسكند 6 اورجان والجنرال ميتابوليك افكت. ده كولكتيف يعني اكشن كده بسرعة مع بعضيهم قبل ما ناخدهم بالتفصيل. هتقول لي التستوستيرون مسؤول عن الديفلوبمنت اوف ذا انترنال جينيتاليا، الحاجات المستخبيه جوه. الداي هايدرو تستوستيرون يفتح ليه؟ مسؤول عن الديفلوبمنت اوف ذا اكسترنال جينيتاليا. التستوستيرون مسؤول عن الجنرال ميتابوليك. يعني تقصد ايه بجانب الميتابوليك؟ كل لك اكل بون ومصري ده تستوستيرون. اما تفسر لي اكتر بقى الداي هايدرو تستوستيرون اقول لك بيلعب على الثالوث المهم جدا اللي هو بروستيت، هيجي كتير الكلمتين ثلاث كلمات دول، سكروتم البينس. عشان كده بقول لك ان الداي هايدرو يفتح الطفل تستوستيرون بيشتغل على المصل على الجول على الفات حاجات داخليه مش هتبان قوي يعني. هنرجع تاني للمقارنه السريعه، يا ريت تعمل جدول تكتب معايا الكلمتين دول، ما اعرفش اذا كان يعني كتبتها في الكتاب بصوره مرضيه او لا. ما وصلتش حياتي في الورق من ثلاث اربع سنين او من ايام الثوره. دماغنا كلنا بعض بتخش في حاجات ثانيه بقى. التستوستيرون بيتحول ل 5 الفا ريبيتيز داي هايدرو تستوستيرون. التستوستيرون الليفل بتاعه محتاجين قصاد بعض. لا معلش هو الليفل ده هنا يعني كده حته كده ده الليفل. انما البوتنسي 10% من الداي، الداي هذا الاقوى من التستوستيرون. شغل التستوستيرون العادي انترنال جينيتاليا بقى دكتورز ديفرنس باس ديفرنس الحاجات الداخليه، لكن الداي هايدرو السنه الداخليه التستوستيرون بيشتغل على الميتابوليزم عامه يعني، والداي هايدرو ياخد الحاجات اللي قلت لك الفضاحه بيسموها كده اللي هي السكروتم والبروستيت والبينس، دول لهم قصه لوحديهم غير كل الجينيتاليا بتاعت الميت. كنترول اوف سكريشن اوف تستوستيرون ده سؤال دايما بتلاقيه في الريتن اكزام. كنترول اوف سكريشن، وللاسف في بعضنا بيروح كاتب السكريشن از كنترولد باي نيوترايزنج هرمون اور انترستيشن سيل ستيميليتنج هرمون. لما يزيد ينقص التستوستيرون وما ينقص يزود نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. ويطلع عامل له وقت السؤال ايه يا عم ده؟ سؤال طويل يعني لو مثلا في ثلاث اربع ساعه او نص ساعه على قليله يعني. الحق ما هوش الاستراتيجيه دي لا. الكنترول بص لازم تقول لنا هنا على الكنترول قبل ما نشوف اخر حاجه فانكشن. كنترول اوف سكريشن ركز معايا. اول حاجه تقول لي ديورنج انتر انتراين لايف، ما لسه بقول لك ان شغل التستوستيرون الاثناء قبل ما ينزل العيل اكتر بكتير من اللي بيعمله بعد كده. البيبي يحدد حياه البيبي، يحدد شكله، يحدد طبيعته هيكون ايه في المستقبل طبعا. فديورنج انتر انتراين لايف طيب بعد ما اتولدت ده اسمه نيو بورن، ده لسه مولود حديث. طبعا مع كده الطب بتسمع نيو بورن دي ملايين المرات.
نيو بورن لسه مولود حالا دلوقتي. وفي مرحله ثالثه كانت كنترول تقول ايه؟ بيوبرتي. بيوبرتي او الادر كود يعني عند سن 12 13 14 حسب ظروفه الجينيتك والفاميليال انفيرمنتال. وكان ماشي بقى الادر لغايه ما يدخل على الايدج 60 years وطالع بعد كده. خلاص هي دي مراحل الحياه. اللي تهمنا بالنسبه للتستوستيرون، بص بقى السؤال سؤال طويل جدا او اجابته طويله جدا جدا. وبيجي كده كنترول سكريشن اوف تستوستيرون، هنتكلم عن كنترول، ما بنتكلم عن ايه؟ طب كنترول انتر ايكوني لايف هتلاقي شغل التستوستيرون معظمه هنا. نيو بورن من بعد ما اتولد لغايه ما بدا في البلوغ عند سن 13 14 متاخر شويه عن الفيميل، الفيميل بدري شويه. اول دلوقتي بتلاقي قبل كده بكتير الانفيرمنتال كونديشنز اللي حوالينا بتخلي الولاد والبنات بيبقى في ماتيوريتي بريماتيور يعني ايرلي شويه عن زمان. وبعدين عند سن ال 60 ناخد بس الانترنت لايف واحكيها الناحيه دي لانها اكتر حاجه. ركز بقى هنا معايا شويه لو سمحت. قصة زي حدوتة بالظبط، حدوتة خفيفة جميلة كده. كنترول سكريشن اوف تستوستيرون ديورنج انترا يوتراين لايف اثناء البيبي في الرحم بتاعها. يحكى انه في السيفنس ويك اوف جيستيشن، سيفنس سبعة ويك جميل عمره سبع اسابيع. ده لا له شكل ولا لون ولا طعم ولا جلد ولا مله، لكن السكس از ديتيرمنت فروم ذا فيرست مومنت اوف فيرتلايزيشن. لو خدت في البيولوجي مجرد ان السبيرم يدخل الاوفم سكس از ديتيرمنت في لحظه. خدت الكلام ده في البيولوجي لو اتاخد. يبقى احنا عارفين ان ده عنده واي كروموزوم او عنده اكس كروموزوم، يعني اما يبقى اكس 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 واي. فروم ذا سيفنس ويك اوف جيستيشن بيظهر في البيبي حته كده كركوعه بيسموها باي بوتنشال بريمورديال جونات. من اسمها باي بوتنشال بريمورديال، باي يعني اثنين، بريمورديال يعني اولي، بوتنشال بريمورديال بوتنشال بتاعت السكس يعني برايمري سكس اورجانز جونات. هي الكركوعه دي هتدي يا اما اوفري يا اما تدي فيسس. الله اعلم. هي تدي حاجه واحده. يا فيسس يا اوفر. قال لك اذا كان هذا البيت الاحتمال الاولاني عنده الواي كروموزوم معنى كده انه هيدي ايه؟ ميل ولا في ميل؟ ميل. معنى كده انه هيدي ميل. قال لك على هذا الواي كروموزوم في جزء كده متعلق مهم قوي في الحته الواي الضلاع ده. الحته دي اسمها 6 ديترمينينج ريجن. تخيل 6 ديترمينينج ريجن على الواي كروموزوم توجه هذا الباي بوتنشال بريمورديال جونات، توجه المظله بتاعته الحته الجوانيه دي انها تعمل تست. طب اذا ما كانش موجود الواي كروموزوم مفيش توجيه للمظله انها تعمل تيستس، الجزء الخارجي الكورتكس يعمل اوفر. هو احتمال واحد من اثنين، مفيش احتمالين مع بعض. نقول تاني. الاسبوع السابع بيظهر حته لحمايه صغيره كده قد فوله صغيره زي الفوله بالظبط. لا مش الفول، فول الحمال ده اللي بيبيعوه لنا، فوله صغيره. الفوله دي تحت الكنترول بتاع الواي كروموزوم. لو موجود الواي كروموزوم معناه ان ده ولد عليه حته اسمها 6 ديترمينينج ريجن، المنطقه اللي بتحدد السكس. في وجود هذه ال 6 ديترمينينج ريجن على الواي كروموزوم يتم توجيه اشارات احنا ما نعرفش عنها الا القله القليله جدا. ايه اللي حصل واشارات ايه اللي خرجت وشكلها ايه؟ كيميكال ولا الكتريكال او
طبيعتها ايه؟ اللهم اعلم. لسه احنا كل يوم بيكتشف حاجات غريبه. يعني السكس ريجن بيوجه الكلموده دي او الحته اللحميه دي بيوجه ايه؟ المظله عشان تعمل تيست. تعالى بقى واحده في ميل، البنت دي هتطلع في ميل يعني ما عندهاش واحد كروموزوم، ما عندهاش سكس ريجن ريجن في الكورت السكن اوفر. بنقدر نقول هنا ده المظله والبومبري فارع من الكورتكس. خلاص؟ اتعملت تيستس تبدا تعمل تستوستيرون، طلع تستوستيرون عشان تكمل الديفلوبمنت بتاع التستس. ما يتعمل تستس خلاص اهي. تبدا تفرز تستوستيرون اللي هيكمل الديفلوبمنت اوف تستس. يعني الديفلوبمنت تستس من اوله من قبل ما تتعمل وبعد ما اتعملت معجونه في التستوستيرون. هي اول حاجه. ديفلوبمنت اوف بنات اول حاجه، ديفلوبمنت اوف ضغط اوف ضغط سيستم. ايه حكايه الضغط سيستم؟ قال لك برضه ايرلي في 7 ويك انجستيشن بيطلع البيبي نوعين من الضغط. النوع اهو جزء من الضغط كده وجزء ثاني من الضغط جنبيه كده. الجزء ده بنسميه مولاريان ضغط، والنوع الثاني اللي جنبيه اسمه ممكن يكون قاري من اللغه كويس قوي ولفيان ضغط. طبعا ده الراجل اسمه مولاريان والثاني اسمه ولفيان اكتشفوها او اول ناس اتكلموا عليها. فنوعين من الضغط. تعالى نشوف بقى الميل اللي هو يخصنا اللي هو تستس وبتطلع تستوستيرون. ده تستس وفيها سيرتولايسيلز. من ضمن الفانكشنز اوف سيرتولايسيلز ارجع لك حاجه اسمها جيس مولاريان انهبيتوري سابستنس او فاكتور. ما هو خلاص ميل وعنده سيرتولايسيلز والتستس مليانه جينيتك سيلز او ولاده سيلز. هذه السيلز اللي هي مولاريان فيها مولاريان انهبيتوري. جه دورك يا مولاريان انهبيتوري. شكرا بالسلامه يا مولاريان ضغط. إذا لم يوجد هذه المولاريان انهبيتوري سابستنس، يعني ما عندوش من أول تيستس ولا تستوستيرون، هذه الضغط تعمل اليوترس والفالوبيان تيوبس. مالناش دعوة بقى بيها بس هي حاجة نتذكر كده خلاص. المعلومة عامة يعني خلاص. المولاريان بتدي اليوترس والفالوبيان تيوبس. اليوترس عبارة عن أنبوبة بتتنفخ شوية وبتك وماسك فيها التو فالوبيان تيوبس. يبقى المولاريا انهبيتوري سابستنس اللي هي جايه اساسا من السيرتولاي بين تيستس دمرت او عملت قتل في المولاريا سيستم. طب الولفين يعمل ايه؟ قال لك لو في مولاريا انهبيتوري سابستنس يساعد الولفين سيستم انها تعمل ايبيديدمس بفتس ديفرنس وسيمينال بريزم. ماسكين في بعضيهم كلهم. شفت ان شغل الكنترول سكريشن اوف تستوستيرون ليس انك تقول لنا اتس كنترولد باي ال اتش انكريز ديكريز تستوستيرون ديكريز. لا يا راجل ده الكلام ده. الكلام ده جزء من الاندوكراين هناك بتاعك ملوش دعوه بقى له سكه والهايبوثالموس والبنات بروتين ريليزنج والكلام ده. احنا بالنسبه لنا كنترول مينز في 4 مراحل السنيه اللي كل الدنيا الرجاله هيعدوا عليها ده اللي بيحصل لهم. انترابراين لايف أكتر فترة وأهم فترة وأخطر فترة بيشتغل فيها التستوستيرون بيحدد مستقبل البيبي بعد كده، يا إما ميل يا إما في ميل. ما تقوليش إحنا بقى في الإندوكراين في الريال كورتكس لقينا السودو هيرمافرودايت والترو هيرمافرودايت دي حاجات شاذة. كل مثلا 100 مليون حالة بتتولد بتلاقي حالة منها ومش هيحطوها بعد كده في الطبيعي. الطبيعي إن التستوستيرون بتاع تستس هو الجنين فاكتور باي بوتنشال بريموردال جولات acted upon by sex determining region in the Y chromosome causing medulla to arise as testes. If not present, cortex will form the ovary. نادرا 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 واحد في مئات الملايين لما تلاقي بيبي بيتولد وعنده testes ovary. ما تقوليش نختارها ليه ما اعرفش. في حالات نادره جدا سجلوا لنا يمكن 3 4 حالات على مدى التاريخ الطويل ده ان بيبي بيتولد testes ovary بس بفضل الله بيبقى سترايل. ما بيخليش.
ما ينفعش نخلف هنا في ايه؟ وبرضه ما هوش معروف السكس بتاعه ايه؟ ميل في ميل الدنيا بتبقى غلط وبيموت. لكن نورمالي تيستز بالطريق الصحيح. طب ده انت دراي لايف. اتولد البيبي وقلنا تيستز موجوده في مكانها وام البيبي او حس يعني حست وجود تيستز ولا البيبي في مرحله لسه موجود حالا اهو. بص بقى عند الولاده ستوب ستوب تستوستيرون سيكريشن حكمة ربنا. طب هيعمل فيه ايه؟ خلاص اتولد والسكس معروف قدامنا هو ظاهر وواضح بامان الله نو نيد فور تستوستيرون. يعني واحد لسه مولود هيلاقي هيعمل ايه التستوستيرون؟ مفيش حاجه خالص ستوب. ليه؟ لان قال لك بينقص الجلادوتروفين ريزنج هرمون يعني بينقص جدا ال اتش او الترانسيشن سيل يعني بيوصل الزيرو ليفل زيرو تستوستيرون. تبدا السخونيه برضو القصه بتاعت الجلادوتروبين عند البيوبلزين في المرحله دي يزيد الجلادوتروبين ريزنج هرمون الجلادوتروبين اللي هو ال اتش يزود التستوستيرون اللي هنشتغل عليه شويه دلوقتي بس هنشوف عند 60 سنه. يظل هرمون التستوستيرون فروم بيوبرتي لغايه سن 60 100% ليفل. انا عايز اوضح لك بس بالرقم ازاي ان الميل يبقى كيبابل اوف فيرتلايزيشن كيبابل اوف بيرفورمينج سيكشوال فانكشنز تو فيري ليت ايج اوف لايف. ازاي بقى؟ كل المعلومه دي على ضمانتي مش ضمانتي هتلاقيها في النت وفي كل حته ضمانتي يعني انا الفها يعني خدها مني ان من سن 30 سنه اكتبها لو سمحت عشان تراجعها براحتك من عند 30 سنه ايج كل سنة there is decrease 1% in testosterone level. احسبها انت بقى زي ما انت عايز. يعني اقصى ليفل للتستوستيرون في الدم عند سن 30 سنة. خلاص. بعد 30 سنة لو ميل عنده 40 سنة يبقى مستوى التستوستيرون كام من النورمال؟ يبقى كام يعني؟ 90. ما كل سنة 1%. طيب عند سن 50 هيبقى كام في المية مستوى التستوستيرون؟ 80. طيب عند سن 60 هيبقى 70. طب عند سن 70 هيبقى 60%. طب ايه المشكلة؟ 60% حلو قوي. فضل ونعمة من ربنا ايه المشكلة؟ أو 50% 40% ده يوريك ليه؟ الفيميل لما تخش الميربوز كات شورت. كات شورت خلاص هتلاقي الأوفري زيرو ليفل اوف اوفيريان هرمون استروجين ليفل بيوصل لزيرو مفيش الا شويه الاستروجين اللي جايين من التستوستيرون بالاروماتيز ديزاين وبيحصل سيفير ايموشنال اند سايكولوجيكال ديستربنس في الفيميل ات ذا ايج اوف منوبوز. علاقه المنوبوز مع الفيميل سيستم فدي بتبقى مشكله كبيره ولكن بيعوض ده ان الزوج بيبقى يعني مازال فيه شويه تستوستيرون يقدر يعني يهدي الامور وعارف القصه بتاعتها فيبقى الامور فيها مواد واحد. 1% تستوستيرون بيقل كل سنة بالنسبة للميل، افتكر إن الفيميل عند 45 50 كات شوت، إيميديتلي في يوم وليلة تبص تلاقي الدنيا كلها بقت مشكلة. تعالى بقى أهم حاجة. أهم حاجة تيجي سؤال ريتن؟ أه طبعًا. فانكشنز أكشن تستوستيرون. إحنا بندرس كل الكلام ده ليه؟ عشان نشوف بقى التستوستيرون بيعمل إيه؟ functions of testosterone ويا ريت يكون معاك الورقه وانا والقلم لان في حاجات هزودها لك مش يعني عشان نزود الحاجه عشان تفهمك الموضوع اكتر واكتر. مع الاسف الشديد انت لما بيجي لك سؤال زي ده وده فيري فيري كومن كويشن بس يا ابني functions of testosterone بيجي لك ايه؟ سايبك بتروح انت كاتب ان التستوستيرون فانكشنز بيعمل ماسكولاريزيشن في الميل يعني يطلع الشنب والدقن والصوت والضوء والجسم العريض والعضلات الثقيله ومش عارف ايه خلاص انت ما ينفعش ما ينفعش ده تخيلك انت اجابتك انت لكن صح اللي انت هتقوله ايه؟ تقول لي ان لو فانكشنز اساسا ديورنج
انترا تراين لايف. هتقول لي ما انت لسه قايل لنا دلوقتي الباي بوتنشال بريمورديال جلاند والولفيان سيستم ماشي، بس تقولهم بقى تلمهم مع بعضيهم ايه اللي بيحصل في الانترا تراين لايف. وبعدين اثناء البيوبرتي والشغل بتاع البيوبرتي اما يكون جنرال ميتابوليك واتنسى يا جنرال ميتابوليك يا اما يكون بيسموها ماسكولينيزيشن. ماسكولينيزيشن دي الصفات بتاعه الميل اللي بتبقى عباره عن برايمري 6 اورجان سكندري 6 اورجانز سكندري 6 كاركتر. ده الفريم اللي انت بتشتغل بيه. لو ما حطيتش الهيكل ده بتاع الاجابه بتاع السؤال يبقى انت بتتكلم اي كلام بقى، انت مش عارف نقعد نجري وراك في السؤال ما احناش عارفين انت عايز تقول ايه بالظبط. يعني حتى لما تعمل السكيلتون بتاع الاجابه كده وتخبط تحت كده شويه تخبيط بنعرف ان انت فاهم، بس يعني مرتبك اي حاجه بقى يعني دي درجه كويسه. انترايتراين لايف، قول لي ما انت لسه قايل لنا الانترايتراين لايف الباي بوتنشال بريمورديال جونال والتستس طلعت والتيوبس طلعت. اقول لك لا، موضوع ما يعني ما نقدرش نقوله في كنترول، لكن نقوله في الفانكشن بقى ان جنرال. ركز معايا، هذه الفانكشنز عباره عن ايه؟ هتستغرب جدا لما تعرف ان وظائف التستوستيرون، بص دوري انترا متراين لايف نمره واحد ديسند اوف ذا تيستس. طبعا اللي بيجيب التيستس من فوق لتحت المونيريا انهبيتوري فاكتور اند مينلي تستوستيرون، يبقى ديسند اوف تيستس. نمره اثنين عندنا وظائف التستوستيرون مين دوري انترا متراين لايف، طبعا ده في اواخر الحمل مش في الاسبوع السابع. لا، اذا التستوستيرون ينزلها ينزلها لغايه ما يجي يتولد، يتولد التستس في سبورت. نمره اثنين ديفلوبمنت اوف اوف، ما احنا قلنا البرايمري سكس اورجن اللي هو التستس. نمره اثنين الضغط الابيديدمس السيمينال فيزيكال. قال لك بيطلع كمان في البيبي دورنج انتر لايتراين لايف حاجه اسمها يورو جينيتال ساينس، بالاضافه لحاجه اسمها جينيتال تيوبركل. عشان دول يعملوا ايه؟ انا قلت لك هنقول كتير، بينس سكروتم اند ايه؟ روستد. قلت لك احفظ الثلاثه دول بتوع الداي هايدرو. طالب الشاطر يقول ان الثلاثه دول تبع الداي هايدرو تستوستيرون مش التستوستيرون، بيحتاجوا الى هرمون قوي لانهم يطلعوا. اذا ديفلوبمنت لكل الريبرودكتيف سيستم الميل هو عباره عن تستوستيرون ما عدا الثالوث اللي احنا قلنا لما عملنا الجدول ولسه ما بوصله انا ما قلتش حاجه او بروستيت وبينس وسكروتم دول شغله الداي هايدرو تستوستيرون. اخر حاجه بيعملها التستوستيرون دورنج انتر لايتراين لايف ثلاثة ديفلوبمنت اوف برين اوف ذا ميل، يعني بيعمل حاجتين في الدماغ بتاع الميل. اول حاجة بيخلي السكريشن اوف جونادوتروبين يبقى كونتينوس. لما اسألك في الشاب يعني ايه كونتينوس يقول لي ده قبل كده اثناء ما البيبي كان في رحم امه كان بيبقى يعني حاجه بالستايل كل كده شهر ولا حاجه بوش او حاجه كده بخل التستوستيرون ضعيفه ملهاش اهميه، لكن بعد كده بيتحول هذا السكريشن الى كونتينوس سكريشن. نمره اثنين في البريك اللي بيحصل قال لك بيخلي الميل اجريسيف، قال يعني هو الميل بس هو الاجريسيف تأثير التستوستيرون ده في ميل غلب في الدنيا كلها. بيخلي الميل اجريسيف يعني عدواني وشرس. ونمره ثلاثه بيخلي الميل عنده ديزاير. الديزاير دي بنسميها بلغه التستوستيرون ليبتو او الرغبه الجنسيه
ما هي الا تستوستيرون. وهتستغرب اكتر لما تدرس الفيميل، هتجد ان الفيميل ديزاير التستوستيرون الاوريجن. هذه وظيفه التستوستيرون في حاله الفيميل، ان الديزاير او بلغه العلم يعني الليبدو، هذه الليبدو عباره عن تستوستيرون ان بوث ميل اند فيميل. لسه ما فيش حاجه بتفرش ده، يا دوب ده في الانترنت لاين السيل اوف اسس ديفلوبمنت اوف ذا سيستم والبرودكتيف سيستم كله، وديفلوبمنت في البرين المودل سيكريشن اوف هرمون جولانتروبين ميك ذا ميل مور اجريسيف وعدواني ويخفض من قوه، هيكسر في التستوستيرون ويخلي في عنده ليبتو او ديزاير تكون قوه. فانكشنز اوف تستوستيرون، انا بقول لك سؤال طويل، ان او ديورنج بيوبرتي. تعال نخلص من جنرال ميتابوليك. التستوستيرون مسؤول عن الجنرال ميتابوليزم الميل، وبالتحديد بروتين انابوليزم المصل اند السكس اورجانز. يعني في المصل والسكس اورجانز بتجد التستوستيرون مسؤول عن البروتين ميتابوليزم. عشان كده بتلاقي في المراكز بتاعت الجيم والعضلات والحاجات دي عندهم التستوستيرون والبروتين، بيجيبوا جلابل كده زي جلابل بياكلوا فيها الحصينه والخفان والحاجات دي، ويدوا له حقن تستوستيرون. اسال يعني الميلز اللي موجودين مننا، في حد منهم من الاشكال اللي هي الصعبه دي، على فكره ده فيري سيريس، بيدوهم تستوستيرون بتاع حصينه وحمير ساعات، ولا تتعجب هو انيمال ملبس ويقعد يشرب في البروتين اللي موجود ده، ويتنطط على جهاز التريد ميل او الاوربي مش عارف ايه والتراك ايه والحاجات دي، ويفرح ان العضلات طلعت. وانت هتعمل ايه يعني؟ مش عارف ايه الفكره يعني، تعمل كده وشكلك وعامل كده، بس يعني بنات تحبك يعني، ماشي بتحبك، ممكن هتعمل ايه ده وتتصرف ازاي؟ هو غلط في الاخر. بص ليه عامل بقى بيتوتري اتروفي واتروفي مش عارف ايه، وديكريس تستوستيرون سيكريشن، ويقعد جنب الحيطه يعيط بقى يحس الشغل على الامر، ولا حد يقدر يعمل له حاجه، ولا خلاص انتهت المشكله. تستوستيرون بوظ الفيتوتري، ومعاها بقى تي اس اتش وبقيه الهرمونات اللي بتطلع من الفيتوتري. فاول حاجه بروتين انابوليزم، ربنا عامل تستوستيرون طبيعي يعمل بروتين انابوليزم طبيعي. من ضمن الميتابوليك بروسيسز برضه صوديوم ووتر كالسيوم فوسفورس ريتنشن. يبقى ثلاثه بري ادلت جروس اوف ابيفيزس البون. ابيفيزس تنمو اسمها الجروس سبيرت اوف بيوبرتي. كلنا ساعة البيوبرتي اللي ما شفناش بقاله سنتين ثلاثة وشفنا ايه ده؟ انت ايه طولت؟ طب اعمل ايه طيب؟ فبيحصل طول في الابيفيزس فورد باي كلوجر. يقفل الابيفيزس خلاص انتهى الموضوع. فالجروس سبيرت اوف بون مسؤول عنه التستوستيرون طبعا. صوديوم ووتر كالسيوم فوسفورس ريتنشن سيميليشن اوف ار بي سيز فورميشن، خدتها في سنه اولى كتبت، مهم جدا. ار بي سيز اكتر من فيميل، حوالي نص مليون الى ثلاث اربع مليون في الجلد، ده شغل تستوستيرون. ده جنرال ميتابوليك اهو، امسح بقى كده عشان يبقى حته حته اهو. ساعات يجي لك السؤال شورت اكاونت اون ماسك ونرايزنج افكت اوف تستوستيرون ده بس. لو شغل الايس كويشن يعني كده عليه خمس طبقات ولا حاجه يجيب لك الماسكولايزنج افكت. هتقول له ايه في الماسكولايزنج افكت؟ اكشن على برايمري سكس اورجان بنقصد بيها سبير ماتوجينس. وتقول له بقى اكشن اوف تستوستيرون على سبير ماتوجينس اللي احنا قلناهم المره اللي فاتت ولا قبليها. مهم للماتوريشن، مهم للميوزس، مهم للجيرمنال ابسيليا، ما تحطهالوش كده فاضي. ادي تاثير التستوستيرون في مرحله البيوبرتي على البرايمري سكس اورجن، على السكندري سكس اورجن. طب كل ايه في السكندري سكس اورجن؟ بعد ما قيل وما اكثر من قول قيل او لم يقل، ما احنا عمالين نتكلم بقالنا ساعه اهو على السكندري سكس اورجن، شغل التستوستيرون عليهم فول ديفلوبمنت maintaining structure and function of all secondary sex organs. ولو انت ادبت برضه هتقول لنا penis, scrotum and prostate. These are under effect of dye
هايبرو تستوستيرون مهم جدا مهم جدا جدا. ياما اطفال ينفويد اللي قلت لك عليها في الاول دي عمالين نسقيهم في تستوستيرون ولا بيجيب نتيجه، هيجيب نتيجه ازاي؟ ومفيش انزيم يكسر التستوستيرون او يحوله اسيد الى هاي هايبرو تستوستيرون. اتفضل لنا بقى سكند سكس كاركتر. احنا عمال نلعب شويه سكند سكس كاركترز بتاعت البيت ده الكوره اللي دي نختم بيها. خمسه كاركترز للميل بيتميزوا عن الفيميل، مش هتكلم عن الفيميل خالص، انا كنت ادرس الفيميل هتلاقي عكس الكلام ده على طول، سهل يعني. لو سمحت في بعض الحاجات بين السطور اكتبها، لانها مش موجوده. هنتكلم دلوقتي على سكندري 6 كاركتر اوف تستوستيرون اهو. أول حاجة هي اثنين سكين، ثلاثة فويس، أربعة بودي كونفيجريشن، وبعدين ايموشنال. يبني في أي سؤال في أي مادة لازم تحط السكيل بتاعك، ما ينفعش تروح داخل كده كلمه من الشرق وكلمه من الغرب بالمصح كلهم اطفال جدا دلوقتي وعايز يخلص منها باي طريقه. وفي الاخر عامل لك علامه استفهام كبيره كده على السؤال تحط صفر. والله كتير جدا. هنعمل ايه؟ احنا ناخد بنوايا بقى ولا احنا مش عارف ينفع؟ حط لنا سكيل ده وبعدين ما انت حطيت سكيل اكيد هتحط الكلام صح. لكن كده الهير مش عارف ايه اصل الفويس دخل في الكونفجريشن دخل لا ما ينفعش. خليك مهضم. حاول تحسن الفرق نكش الفراخ اللي بنشوفه ده ساعات بيبقى مزعج جدا. خد يا فلان اقرا السؤال ده روح اعمل كراسه مطوعه ده كان ليه طايره في الامتحان في الدرجات بتاعت الكنترول كريس الطايره دي معناها ان اصحابها مش عارفين نقرا خطوها لغايه ما تطلع بره الكنترول بقى خلاص. هير ركز معايا بقى في الهير. انا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن مين؟ خلاص بقى تستوستيرون يا عم ايه؟ أول حاجة في الميل في الهير عشان مفيش وقت للكتابة نمرة واحد increase all body hair. احنا بنفسر ولا أنت فاهم؟ هير أون ذا شيست أون ذا باك أكزيلا ماوستاش بير ده مش أنا بس برضه ما تبقاش يعني يعني الشاب أو الأدلت أو البري أدلت ومزعج أوي أوي الدقن اتأخرت مش عارف ايه، الشنب اتأخرت، وعمال كل يوم يجيب العدسة ويبص في وشه، ويبص في الدقن، ايه يعني في ايه؟ ما تطلع وقت ما تطلع، إن شاء الله ما طلع، ده أنت هيجي لك وقت وبقرفان من أم اللي خلفه الدقن، ده موجود عندك ده؟ أروح أسلم نفسي. يعني أنا ما أعرفش القلق، يعني في ناس بيقول لنا والله إيه القلق؟ الذعر اللي أنت عايش فيه ده؟ ده أنت الذعر ده لك فترة، وجراد الأوبيد وهتلاقي الدنيا تبقى بايظة أنت وأنا الأخير، ما تهدى بالله. شنب إيه ودقن إيه؟ انت هتحاول تخلص منه هيقلبوك في عشق وشكلك وانا ما لناش دعوه خالص. فده مش انا بودي هير نمره واحد بودي هير انت بتشوف ساعات بني ادمين غوريلا شيء فيه غوريلا هير ظهره ده لو قلع قدامك كده تسيبه وتجري حد منه ايه ده من ده في ايه؟ وهو قرفان من نفسه في الصيف بيبقى حاجه مزعجه جدا. وبعدين مش دليل لا معلش خدها مني مش دليل على ان التستوستيرون بتاع التستس هو اللي شغال بتاع الادرينال هو اللي شغال ويمكن يكون قادرين فيها مصيبه لا قدر الله. فرحانه بال لا حول الله رب. لا ويجي على البلاش بقى وعشان يوريه بقى راح. ايه يا ابني في ايه؟ وروح عامل كده للبنات. هيحبوه لما يلاقوا الشعر ظهره نص متر. بس اه بس برضه معلش الدنيا ما تبقاش كده اه دمه تقيل قوي كده بقى. طيب ده الهير الجنرال كده بيوبك هير. بيوبك هير بالنسبه للميل لو كانت هنا الامريكاس وهنا سيمس بيوبس فلازم يكون ترانجولر وذ ايبكس اطول. مالهاش دعوه بالفيميل عكس الفيميل بعكس المثلث ده لكن ده بيوبك هير بالنسبه للميل. افرض ما لقيتوش كده ايه المشكله؟ ترانسفيرس المثلث ده اتقلب على بوزه في مشكله ولا حاجه؟ مش مشكله. يا ريت بس يعلم يفهم الناس ان ليس له علاقه بأي حاجة في الجسم، في مثلث ده له جزء.
افرض ما فيش نموذج، ان شاء الله ما في نموذج، ايه المشكله؟ طيب ده بالنسبه للهير. فرونتال هير اخر حاجه، احنا قلنا بودي هير ان جنرال، قلنا البيبت هير، فرونتال هير. فرونتال هير ديكريز بعكس البودي هير انكريز، الميل فرونتال هير او سكالب هير يبقى قليل. ما تقوليش بقى ما احنا بنشوف اشكال، استغفر الله العظيم، في ايه؟ عامل شعر فوق مربي، عامل ضفيره كده وحاطط ضفيره قدامه كده وماشي، يا اخي مش كده يعني. علمنا ايه المصيبه السوداء دي؟ فرونتال هير ريسيف باك فروم بوث سايدز. قول لي ده قاعده، اقول لك دي القاعده، هو ده صح. افرض مش ريسيف باك وشعر اهله نازل لغايه هنا وجايب ولاد عم يعمل اللي انت عايزه، هنعملها ليه؟ ومربي شعره ومسبسبه وعامل مش عارف فوق كده، ايه يا اخوانا في ايه؟ مش بوريك مين؟ اهو في كتير بس مش كتير قوي. الراجل ده والراجل ده والراجل ده والراجل ده، بصوا له بقى بعدين. ماشي. ده الفرونت اند هير سيب بقى. اللي مش مكتوب عندك بقى ان البولدنس ابير ديورنج البوبرتي اف ذير از جينيتك باك جراوند. تاني البولدنس اللي هو الصرع يبان اثناء البيورتي امتى؟ اصلا خالص بقى والقاسة هي مفيش حاجة، ده كبش الشعر هنا وهنا بيشد شعره منهم لما مراته بتعذبه. واخد بالك؟ فالبولدنس بيطلع في البيورتي اف ذير از جينيتك باك جراوند او اف ذير از جينيتك بيزس. مش كل اللي في البيورتي هيقرع، لا هيصرع اسف لو كان عنده جينيتك، والده كده او جده او خاله هنسقط. خلصنا بقى من الهير ده. نيجي للجلد. سكن الميل رف ثيك زي جلد الفيل، بقيت فين كده وخشن رف اند ثيك. سكن فول اوف سكريشن سبيشس سكريشن بنسميه اكني. حب الشباب، حب الشباب اللي مش مكتوب عندك ان الميل برضه بيكون عنده ميلانين بيجمنت كميه كبيره دارك سكين. دايما الميل تلاقي دارك ولا فيميل، الا لو في حاجات بقى جينيتك وفاميليال قصه ثانيه ما لناش دعوه بيها. يعني كل ما يبقى كل ما يسمار معناها ان هو يعني عنده انجو في زياده. بقول لك ان الميل عنده ميلانين اكثر من الفيميل بكثير، ده تاثير التستوستيرون. اما بالنسبه للسبيشال سكريشن اللي هو مواد زيتيه كده في الغدد العرقيه، فبعد فتره هيروح. الناس اللي عايزه اشطر يعني حب المعلومه دي، اكني وديس ابير ديو تو ديكريس سنسيتيفيتي اوف ذا سكين تو تستوستيرون ليتر اون. الجلد يبقى اقل حساسيه للتستوستيرون فبيخف، لكن اثناء ما هو موجود والله لو جبت له ايه ما بيروحش، بيهدى شويه ويرجع تاني. والسوق مليان بقى مركبات اكنيل واكنيسيد واكنيروكسيد ورزق الهبل عامل ايه؟ بيخف شويه ويرجع تاني في مرحله سنيه معينه وخلاص انتهى الموضوع، انا في منه مشكله بقى. فويس، خلي بالك من فويس في اكتر من حاجه برضه مش مكتوب كويس عندك. هايبرتروفي اوف ذا لارينكس او انلارجمنت اوف ذا لارينكس. انلارجمنت اوف ذا لارينكس، هايبرتروفي اوف ذا فوكال كوردز، الاحبال الصوتيه ترخي ومرخرخه وتخينه. هايبرتروفي اوف ذا لارينجيال ماسلز، اكتبها دي لو سمحت، اللي بتحرك الفوكال كورد واللي بتحرك اللارينكس، عضلات بتاعه اللارينكس بيحصل لها هايبرتروفي مش مكتوبه في الصوت. الصوت بتاع الميل بيبقى لو بيتش غليظ، مطبع رايق، بوف رايق، صوت رقيق ومتواضع. زي الواد من يعني افتكر فجأة كده وبلا مقدمات. أنا قلت الحمد لله الدكاترة المهندسين، لكن في واحد منهم أنا عادي جدا، أنا نايم عادي مفيش حاجة، الصبح كله صباح كده خطير بابا، خلي بابا بابا ليه كده. الصوت بيبقى تقيل لو بيتش، صوت الفيميل أهو أدي فريكونسي بتاعه زي الطفل، زي ما الطفل اتولد بيكمل صوت الفيميل مفيش أي تأثير. تقول لي طب لو مفيش تستوستيرون بعد كده في الميل ده ناخد حصه جاي، اقول لك الصوت ده مش هو ليه؟ لان ما خلاص حصل هيبرد البوكر كور واللارنس كده، مش مشكله. من الحاجات التي لا اللي بتدوم مع الميل الفويس.
الشوردر يبقى بروك والديلفس نار عكس الفيميل. يلا عشان ما ننساش الشوردر يبقى واسع الحوض ضيق والفيميل عكس الكلام ده عشان الولاده الديلفس يبقى واسع عندها في مصر هيبقى كل الجسم طب برضه بالنسبه للبودي كونفيجريشن اخر حاجه الايموشنال قال لك التستوستيرون مسؤول عن ليفلو انها قبل كده اللي هو 6 زائد انها في الانتروجرام لاين اتعدلت بتزيد بقى اسمها في ابر ونمره اثنين سايكولوجيكال ميك اب الاجريشن العدوانيه العدوانيه والسايكولوجيكال ميك اب يعني ايه؟ يبقى متخذ القرار او صانع القرار الميل يحب دايما خصوصا فتره البلوم دي فتره سيئه الطفل بيبقى رزق وعايز يتضرب 30 اصابع على دماغه واللي في دماغه دماغه ما بيحكش عنه فتره معينه بعد كده بيبدا يعقل او يجنن بقى حاجه ثانيه لكن هو الفتره الثقيله جدا ميل وفي ميل طبعا فتره البلوم بيبقى فيها دي عايزه تعمل سايكولوجيكال ميك اب والولد عايز يعمل سايكولوجيكال ميك اب والاثنين اهالي المحترمين الاثنين لو عندهم طفل وطفل يعني بيوصلوا البلوغ في نفس المرحله. Thank you very much. We'll see you, inshallah, in the next one.